16 عام وانا سد علي وكيعضني وكيضربني والليل كامل وانا فايقه ياكل العود كيمل لي من غير يقول لك حلي ليا نحلي كيخرج يزيد رف فيا نعاود ثاني ملي رجع كيزيد ياكل في العود وكيضرب الدفاف الدفاف الاولي راه حيدتهم درتهم حديد. ما عمركم ديتوا لشي طبيب ولا شي حاجه تعرفوا مالو ولا؟ لا لا ما عمري ديتوا لشي طبيب ما عديش باش نمشي لمن هنا. كان كيخرج مسكين ياكل العود ياكل التراب ياكل كل شيء سيدي والحمد لله الحمد لله في ما دام نديرو هو هذا ديما هكايا 15 عام ومرتنا والحمد لله عرفتوش والحمد لله الحمد لله اللي عطانا الله منزلنا من قولو مروان وليدي ملي ولدتو ولدتو بحال هكا. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مره اخرى. كان تواجدنا وحي اسفي في موضوع القمه في الغرابه. مروان عنده 16 سنه ما تيشوفش حركي الوالدين ديالو ما فحالهمش هي وما يعانيو معاه 16 سنه وما سادين عليه في هذا البيت ما قدروش يشخصوا المرض ديالو. تبعوا معايا. السلام عليكم. كي داير لاباس؟ لاباس اسي. عاود لي على مروان 16 عام وفي هذا البيت ما تيخرجش ما كيخرج اسي هو اللي خدمته الله. لا ما كيخرجش مسكين ياكل العود ياكل التراب ياكل كل شيء اسيدي. والحمد لله الحمد لله في ما دام نديرو. لا طلا هو هذا راه هو هذا ديما هكايا. 15 عام ومرتنا والحمد لله كنقولوا الحمد لله. كنقول الحمد لله سيدي والله ربي يخلصكم شتو من الوليد ربي راه يخلصكم. ما قدرتيش تعرف باش مريض باش ما عرفتوش سيدي باش مريض والو من الزاد هكا ما عرفتوش والحمد لله الحمد لله اللي عطانا الله منزلنا من قولو والحمد لله سيدي الدريري مسكين وحنا مرتين معاه ومعذبين معاه والحمد لله مما تخرج شوف وانا حاضي ديما ومحاضيه ديما ولا تلاوا انا سيدي الله يفرج عليك يا ربي. مشاهدينا الكرام غادي نشوف الام الى عندها شي اضافه. عاودي لي على مروان. مروان وليدي ملي ولدتو ولدتو بحال هكا 16 عام وانا ساد علي وكيعضني وكيضربني والليل كامل وانا فايقه ما كنعش ما عذبني وليدي كنبغي كاع كنفكر نبغي نمشي نخدم ولا لما نخلي ما كاينش لما نخلي كرفسني هذا الوليد بزاف وعذبني وهو تا مسكين ضاعت ليه الحاله النفسيه ديالو ضاع من كل شيء مسكين ما كيعرفش كيفاش كيفاش قال لي باه كياكل العود كياكل الطراب كل شيء كياكل كياكل العود كياكل العود كيمل لي من غير يقول لك حلي ليا نحلي كيخرج يزيد رف فيا نعاود ثاني ملي رجع كيزيد ياكل في العود وكيضرب الدفاف الدفاف الاولي راه حيدتهم درتهم حديد. ما عمركم ديتوا لشي طبيب ولا شي حاجه تعرفوا مالو ولا؟ لا لا ما عمري ديتوا لشي طبيب ما عديش باش نمشي لمن هنا لهنا ما عديش وليدي باش نمشي ما عديش باش نزيد تمن هنا بلاش بحرت باش معيشه نفسيه انا ما كاين ما كاين ما نهز ما كاين ما نحط. عمر جاو عندكم زعما الناس ديال الجامعه اللي عندكم ولا شي واحد يعاونكم؟ شي واحد دوك عاد 16 عام في عمره ما عمره جا عندي شي واحد ولا سوى لي شي واحد عامني لي غير انا وياه كنطيحوا النوض انا وياه نوبه كيضربني نوبه يضرب بوه نوبه كيرزع عليا الماء النوبه زعما معذبني الدري معذبني. الله يفرج عليك يا ربي. الوليد قول لي اللي بغيتي. واش نقول لك اسيدي السيد الدريري مسكين راه معذبنا ومعذبنا ومعذب راسو معذبنا ومعذب راسو انا ما كان ما نهزو ما كان ما نحطو ما كاين ما كاين الله في ملكو كاين الله في ملكو ما كاين ما نهزو ما نحطو رحنا دغمضات الخبز كنقسموها مع بعضياتنا وربي راه كاين ربي راه كاين اختي الله يفرج عليك يا ربي الله يستر. نحاول نتكلم معاك يهضر ولا والو اشوف على الله. لاباس عليك قولي دوي معايا دوي مروان عليك. مروان دوي دوي اشنو سميتك انت شنو سميت مروان مروان قولي سميت مروان قولي سميت مروان قولي سميت مروان ولدي قولي سميت مروان الله يفرج عليكم يا ربي الله يفرج عليكم مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا
قصه كتالم صراحه. مروان 16 سنه سادين عليه في هذا البيت. مجمل القول تفاصيل سمعتوها من عند العائله، ما فحالهمش ناس في القريه، كاين الله عز وجل ثم الطور ديال المغاربه. ارجوكم حنا غنوضع رقم الهاتف ديال هذه العائله، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، مروان القضاء والقدر ديالو انه ما تيشوفش، والعائله ديالو تتحمل مع الصعاب. دورنا هو نبحثوا على الاجر مع هذه العائله. انا غادي نوضع رقم الهاتف ديالهم، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.